استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأنوران الأشرفان، على سيد ولد عدنان في كل حان وآن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واكتب لنا العون والمدد يا واسع الكرم. أعزائي المشاهدين، نحييكم في أولى حلقات برنامج سفينة العلوم، نحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، سلام الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. يسعدنا في هذا البرنامج، برنامج سفينة العلوم، أن نقدم لحضراتكم هذه المواهب. واسمحوا لنا أن نرحب بضيوف الكرام، ومعنا في هذا اليوم ضيفان أتوا إلينا كرام. اسمحوا لنا أن نرحب بفضيلة القارئ الشيخ والعلم الكبير الشيخ محمد السيد سويلم. أهلا وسهلا يا شيخ محمد. أهلا بك سيدنا، منور ومشرف. نورك يا سيدنا، ربنا يبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية يا رب. الله يكرمك. واسمحوا لنا أن نرحب أيضا بفضيلة الداعية الإسلامي الكبير وعلم من أعلام الدعوة إلى الله، فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب شبايك. أهلا وسهلا شيخ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك، نورنا ومشرفنا في برنامجنا. أنا سعيد جدا والله بمعرفة حضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب ويديك الصحة. اللهم أمين. الله يكرمك. طبعا شاء القدر في أن تكون أولى حلقات برنامج سفينة العلوم أن نكون نحن الثلاثة من أبناء كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. يعني طبعا ذلك هو تحقيق العلم، وتحقيق العلم في أزهرنا الشريف. منورنا يا شيخ محمد يا أبو سويلم، ربنا يبارك فيك. الشيخ محمد حابب تقول حاجة في بداية اللقاء؟ فضيلة ربنا يبارك فيك. الشيخ محمد، أنا طبعا أنت رجل من أعلام القراء ومن الناس اللي احنا بنشوفهم على الساحة، يعني الله يحفظك مولانا. الله يكرمك. عايزين نفتح اللقاء كده ونبتدي البرنامج بحاجة كده نسمعها من الذكر الحكيم. عيني تختار ولا اختار أنا؟ ده اتفضل يا أخي. نسمع من سورة الأحزاب. حاضر. أي حاجة من سورة الأحزاب. حاضر. تفضل يا سيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. يا
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن، تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا، رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الأسى والكآبة بجماله، وصوت أبو سويلم يزلزل الوجدان. ربنا يفتح عليك يا شيخ محمد ويعطيك الصحة والعافية يا رب. أنت من أشد الناس جمالا في الصوت، لقد من الله تبارك وتعالى عليك بالصوت الحسن، تصاحب أداء متميز، أحكام وتجويد وتلاوة. ربنا يبارك فيك وينفعك بالقرآن الكريم. اللهم آمين. اللهم آمين وإياكم. اللهم آمين.